الحمد لله، لا اله الا الله، اكبر ولا حاجه بالله. بنسجل في وقت واحد غروب الشمس مع القمر اهو، ادي القمر المنيره سبحانه وتعالى. الشمس والقمر دي ظاهره سبحان ربانيه في الكون والفضاء الفسيح الذي خلقه الرحمن في السماوات اهي. ادي القمر، الشمس والقمر بحسبان، طبعا له تفسير تاني، حسابات تانيه، ان بالنهار اهو ده القمر ساطع، وادي غروب الشمس في نفس الوقت اهي اهي اهي، ادي غروب الشمس بتغرب في نفس المكان، الجديده الشرقيه جنوب مصر العربيه اهي، بتغرب المباني اهي، وتبص تلاقي اهي، بنطلع نصعد نرى القمر اهو، ولا القمر، يبقى القمر في نفس الوقت اللي القمر طالع فيه، في نفس الوقت اللي طبعا في بعض بنسجل بعض الهجرة الطيور منفردة أهي، هذا القمر هجرة الطيور، بس طبعا التصوير بعيد والله أعلم.